تكرارا لكم من المآسي. مريضة جميلة عملت كذا مرة حقن مجهري وفشلت فيه، حاولت تجمع أجنة. طبعا الوضع بيزداد سوءا لأن القولون زي ما حضراتكم شايفين كده، ده القولون لازق فيه المبيض، لازق فيه المبيض الثاني، والمبيضين الاثنين دول فيهم أكياس شوكولاتية، حاضنين منديل البطن وحاضنين القولون في الوسط، والرحم مدفون دفنا تاما ما بين هذه الكتلة المتحجرة من هذه التكوينات البطانة المهمة. مأساة دي العملية اللي بنقعد فيها بالخمس ست ساعات عشان نرجع الوضع لوضعه الطبيعي، عشان الست دي تقدر الحوض بتاعها يبقى نضيف من غير بطانة مهاجرة، عشان تعرف تنقل أجنة كويس. وده اللي احنا دايما بنقوله، لو كانت من الأول تفعلت في الموضوع بدلا من اننا ننشط ونبدأ يكون في عندنا زيادة لنشاط البطانة المهاجرة، كان الوضع كان هيبقى أفضل بكتير من الوضع الحالي اللي احنا فيه دلوقتي ده. هنوريكم المنظر هيبقى عامل ازاي في النهاية، ونقول لكم ازاي ان احنا نقدر نتغلب على مثل هذه الحالات. شكرا.